فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ أخبار اليوم مساكم بخير، طيبين تمام صح سلامة. معكم إكس بلاك حمودي 187 إكس من قناتي، اليوم جايب لكم كومنتري جديد. دقيقة بس قاعد أرسل إكس طارق أبي أشوف يلعب زومبي ولا كيف. فالمهم اليوم جايب لكم لايف جديد، مابات جديدة، المابات أورنج الجديدة اللي نزلت. جايب لكم اليوم لايف عن ماب الزومبي الجديد اللي نزل. اوكي راح ناخذ الحين في لفة ونشوف وضع الزومبي زي كذا. طبعا هذا هو، طبعا هتلاقي ذا جمجمة الحالة هنا جالسة تطلع عليها وتدخل على تلاقي طبعا زي كذا الشكل هذا، تخش أورنجس تخش. راح نجرب طبعا طقت كذا مدة 5 دقائق 6 دقائق زي كذا، لاني ما بيطول. الرف عندي ابو كلب والنت خاين مرة، ذا مرة النت يكون مضبوط عندنا قاعدين يحفرون بالحارة ولا كوم بالحارة دي. خلينا نشوف فيديو. طبعا والله ما ادري اصلا في تنزل مبات، ما علمني الا دحوم عن المبات، ولا انا ما ادري ان في مبات جديده نزلت. لو التحديث والرساله اللي جت رساله مكتوب فيها المبات ولا ما كنت ادري. اول مره اتابع يعني المبات هذه، حتى ما شفت لها لا مقطع ولا شيء. اول مره يعني ما ادري عنها ولا كنت متحمس لها، بس نشوف سالفتها. وش في ذا قاعد يكسر؟ اشرم المبنى يا رجال، شكلهم ذيلا يدورون ذهب، مدري ايش دوران. اوف تحول الجامب ذيلا. قطع عمر اصل عن قطع عمر اصل رجال يا شيخ. اي والله الماب شكله مرة ما يجي. وين طلعوا ذيلا؟ سوف يغزونا، سيغزون كوكب الارض. هيا فلنهرب، سأذهب إلى كوكب المريخ. والله ما أدري إيش قاعد متأثر بشيء. أنا أذكر مرة كذا ولد خالي صغير قاعد أتفرج على فيلم كرتون وجاء عندي يقول لي سوف يغزون الأرض. ما أدري وش اللي بيغزون الأرض، أثره هو متابع تومو جيري. تومو جيري ما أدري إيش متابع، وهذاك بيغزون الأرض ما أدري إيش سووا، وجاء هو يحسب إنه حقيقة ذيلا. قلت يا رجال اهجد يا شيخ. المهم فكونا من العرض، مجبوط فشت من العرض خلال دقيقتين من المقطع وانا قاعد اسولف. انا اسحبوا على ام العرض. طبعا اوكي نخش الحين. وش السالفه بذا الماب؟ اسمع في احد يصرخ هناك. ايه وش في الماب؟ كل شيء يطيح منه. شغلت راد وما ادري شغلت انا. وحنا وش وضع ذا الماب ذا؟ يا اخي مشكلة يا اخي، الانسان اللي يوم نزل جراند سحبت على كل شيء، مشكلة والله. في رادو هنا يتكلم مدري ايش يقول ذا. عندك نيو رود تيستينج. راح الوقت كله وانا مشغل مقطع ذا الفيديو ذا حقهم. اسحبوا عليه ونتابع الحين نشوف. هو طلق نار يا ولد يلبيه. اعلى راند جبت في ماب نكتاون الزومبي، جبت قتلت وصلت لين راوند 35. اتوقع طيحه واحده. اعلى راوند يمكن وصلت بعد نكتاون، وصلت في ماب برد اتوقع راوند كم، راوند 20 يمكن. يعني شيء والله جميل، يعني اعلى راوندات اللي وصلتها. يعني اتوقع وصلت في ترانزيت شيء يمكن 15 بس، لكن يعني ايش نقول عاد الحظ مو بطول وقت لنا. ولا كنت ناوي اني اوصل يعني في نيك تاون، كنت ابي راوند 100 في نيك تاون، بس ما جاء الحظ. قد وصلت راوند 35 في كينو، بس اللي خرب علي ذاك اليوم ان كنت قاعد اسجل وقتها لايف، انا كنت بنزل اللايف هذا في اليوتيوب، بس دقت علي الوالده وانا فكيت اليد عبالي ان الزومبي لسه ما جو. فشوي كذا اللي جاء الزومبي نفس طريقي هذه كذا، فكيت اليد انا وقاعد اكلم امي وشوي كذا طلع لي الزومبي. خرب عليك كل شيء عادي والله العظيم. يعني ممكن عصبت زعلت، بس وش اللي يقهر انك يعني قاعد اقسم بالله تقريبا ساعه ونص
وانا احاول اوصل لين يعني راوند شوي عالي، فهمت كيف؟ بس بغلطة واحدة يحوس لك كل شيء. زعلت، عصبت، ما كليت شيء ذاك اليوم، بس يعني كان وقت، اتوقع كان وقتها في رمضان، حتى السحور ما تسحرت يعني، قلت انا ما بتسحر يعني، ممكن يوم لك ويوم عليك ما تدري. وش ذا؟ اقول اضغط مربع. هلا والله دبل بوينت فله يعني، كل شيء جينا عند الارض اضغط. والله شيء جميل يا ابني. خلنا نشوف هذا شب... لا لا في باب ثاني هناك. والله حلو، والله كيف غطى على الارض طلعت لي شيء. على العموم يمكن اختم الحين، لان بس انا كذا جاي بس كذا مجرد طقطقه، مجرد كذا لف بس كذا في الماب، بعدين خلاص بختم، لان ما احتاج اني اطول، لاني اول مره العب فيه، اول مره يعني، اول مره ولايف صعبه شوي. فكيف تبونه انتو يا الله يعني؟ ممكن لو كنت ماب صغير. ايه والله النغمه ذي جامده بعد. يا الحرب، نغمة الحرب ذي. في شيء، وش ذا؟ هاي وش هذا؟ شيت، جني ذا ولا خوي ولا وش السالفة بالضبط؟ كينج كونغ آلي، كينج كونغ آلي. في باب الثاني هناك ذاك 500 يلعن يعني شكله. والله بيفهم وش دي الآلة ذي يتحرك ذي. وين راح؟ صحم رحيم يا ولد، انا بديت اوسوس والله، اقسم بالله بديت اوسوس. عالم اللي يعرف شيء عند الآلة بالله اكتب لي في الكومنت، هذه معي ولا ضدي ولا شو السالفة، اكتبوا لي في الكومنت قولوا لي، تراني ما اعرف شيء في الشريط. حلو، ما عندي الا سلاح واحد وقاعد اتضرب فيه يا ولد، اقسم بالله العظيم شيء ما ادري كيف. شفته اللي انا شفته؟ تلاقي في ناس تلاقيهم متابع طول الوقت في اليوتيوب ما شاء الله عليهم، يمكن يعرفون هذه الآلة وش تسوي، هذه يعني تكون هذه الآلة معي ولا ضدي. ايوه هاي وش فيه صار بطيء؟ جاء مرة ثانية. انحش يا حبيبي بالله يا عالم، علموني قولوا لي اي شيء. هذا انا بعد اتكلم، انا قاعد اسجل قاعد اتكلم لانه يعني من الارتباك اللي زي كذا يا شيخ. يا عيال بالله يا عيال، اللي يعرف شيء عن ذا الضخم ذا العملاق ذا بالله يقول لي. كينج كونغ آلي يا حبيبي، كينج كونغ آلي. ايش فيني الحين انا؟ في باب هنا ما ادري وش هو يا ولد. انا لخمت، تعرفون كيف لخمت؟ لخمت لخمة بنت كلب. اتوقع اني يعني يمكن خذيت وقت طويل، مع اني قلت انا 5 دقائق وزي كذا، بس اهم شيء انه في المقطع هذا بيكم بس علموني شيء واحد، ان اللي يتابع مقاطع في اليوتيوب الماب هذا يقول لي بس الاله هذه حقت وش هي؟ وش تسوي ذي الاله؟ وش يعني هي معك؟ هي ضدك؟ بس اهم شيء انكم تعلموني عليها وزي كذا تقولوا لي عنها. اتمنى ان شاء الله عجبكم المقطع، اهم شيء لا تنسون تسوي لي فولو في تويتر، اهم شيء ايوه هذا اهم شيء لا تنسون تسوي لي فولو في تويتر. حابين توصلون معي عندكم سكايب موجود، راح تلاقوني ان شاء الله موجود طول الوقت ان شاء الله بسكايب، بس خلال هذه الايام بس يضبط عندي.
يضبط عندي شوي بس النت، لان حاليا تقدرون تقولون يعني النت عندي شوي ابو كلبي، يعني عندي مشكله في ذا النت ذا. هذا حالته شو ما ادري، قال لي رد ماني ما ادري ايش شيء للفلوس يعني. فالنت عندي شوي مره تعبان النت، وهذا جاء مره ثانيه يعني، لا هو باللي يطلق لا هو باللي كذا، بس قاعد يدور. طيب اوكي، وش الف زومبي كيف تجي؟ صراحة اللي سوى المبدأ محشش يعني. آلة بزومبي كيف تجي؟ كينج كونغ زومبي؟ كينج كونغ آلة قصدي؟ اقسم بالله ايش هي لا، وفي طيارات فوق تطلق عليه ويعني، وتحت انا اذبح زومبي. شوف كيف، شوف في منطاد، منطاد جراند ذا. خخخخ ايوه سلاحي خلص، انحش يا ولد. والله ما شاء الله شد حيلي. وش دي؟ وش سوي ذا؟ ابي خليني مختفي، الزومبي ما يشوفوني يا ولد. فلا يلعن شكل، والله ما بجامد عيال. والله ما بجامد. هذا صندوق هنا، والله الماب شغل شغل جامد والله الماب. طيب ما في باب ثاني نفتحه شيء؟ في بنت تنادي، في بنت كلمتني ما ادري ايش قالت لي، تبيني انقذها بليز هومي، قالت تبيني انقذها البنت. والله شغل ذا الماب، والله يبي له جلسه ذا الماب، يبي له جلسه كذا هدوء، فهمت كيف؟ بدون كذا لايف، بدون اي شيء، ولعب. انا طبيت من هنا صح؟ ايه حلو. طيب اوكي، في الجهه الثانيه، في من هنا، ايه في من هنا قبل شيء في باب طلع لي ما فتحته انا، بس خليني اتاكد مره ثانيه، عشان انا احب استكشافي في كل مكان يكون يعني، مثلا يعني افتح مثلا باب من هنا، افتح باب من هناك كذا، انا احب. انا اي في واحد رمى قنبله، انا ما رميت شيء عيال، انا ضغط مربع بيطلع لي زي اللي قبل شيء من الارض، ضغط في واحد رمى قنبله. نشوف هنا في شيء هنا، لا اي انحشرت عاد. لو يخلص الحين سلاحي باكلها. حلو، هذا المكان اللي قبل شوي. اوكي تمام، خليني اعبي. حلو، عبينا. يلعن ام الحظ الفاشل. في راوند 5 يا شيخ، اعذروني يا شباب. ان شاء الله يا رب عجبكم المقطع، لايككم تفضل سبسكرايب، لا تنسون في تويتر ولا في تويتر. اعذروني والله المقطع كان جامد، بس ان اللخبطه الاخيره اللي صارت، اخ يا قلبي اخ، والله الماب جامد، وان شاء الله راح العب واطور. وان شاء الله زي ما وصلت راوند 35 في نيك تاون، او راوند 21 او 22 قصدي في اوف ذا ديد بريد قصدي، راح ان شاء الله اوصل هنا. لايككم تفضل سبسكرايب، ويلا اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسى تسوي فولو في تويتر. مع السلامه.